برحب بيكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم خطتنا للوصول لحياة صحية ونفسية جيدة. فقرتنا التانية هنتكلم عن شكوى بنسمعها كتير، وهي أني بعمل دايت وما بخسش، أو أني بعمل دايت ووزني بيزيد. إيه هي سبب المشكلة وإيه حلها؟ ده هنعرفه من ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، أستاذ الدكتور عدلي صبور، استشاري السمنة والتغذية العلاجية والأستاذ بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا هاني، إزي حضرتك؟ شرفتني يا دكتور. بلاش شرف. دكتور، هو في فعلا شكوى بنسمعها كتير ان في حد لما بيلجا لدايت يا اما وزنه بيزيد او يا اما بيخس، ما بيخسش. هو احنا عندنا ايه سببها؟ عندنا حضرتك اعتقادات كتيره خاصه بالدايت، بنسميها يعني الميست اوف دايت، او بنسميها الاعتقادات الخاطئه. من ضمن الاعتقادات الخاطئه ان انا لما بعمل الرجيم بدخل. الحكايه دي بتحصل نتيجه ان انا بستخدم اسلوب غذائي مش مناسب ليا او مش مناسب لسني. بمعنى ان في بعض الناس بتعتمد على اشهر انواع الرجيمات، اللي هو الرجيم اللي فيه نسبه بروتينات عاليه ونسبه الكربوهيدرات فيه قليله، وبيعتبروا ان الرجيم ده هو الرجيم المناسب مع برنامج عنيف من ممارسه الرياضه. بينتج عن الحاجتين دول ايه؟ ان انا بزود الكتله العضليه في جسمي، فبالتالي الوزن بتاعي بيزيد. بس يا دكتور، لما مع الرياضه مش الكتله العضليه لما بتزيد الدهون بتقل؟ لا، ما هو احنا عندنا العكس يعني بيحصل ولا لا؟ احنا عندنا اعتقاد خاطئ ان انا اما ممارس الرياضه الكتله الدهنيه العضليه لو زادت دي حاجه ضاره، فبالتالي احنا بنيجي نلعب ايروبكس، نقول ان انا هلعب ايروبكس عشان احرق الدهون اللي في جسمي. انما اللي بيحصل ان في بعض الناس بيروحوا الجيم دلوقتي لانهم بيمارسوا رفع الاثقال او الاوزان، فالكتله العضليه بتزيد. الكتله العضليه ما بتزيد، الوزن بيزيد شويه. الوزن ما يزيد شويه دي بتبقى فيها مشكله صغيره، ان دي حاجه الميزان ما بيتحركش او جسمي بيبقى ثابت، بس هي حاجه ايجابيه زي ما حضرتك قلتي. العضله هي اللي بتحرق الدهون اللي جوه الجسم، فهي حاجه ايجابيه. انما سوء التغذيه اللي بتحصل ان انا بعتمد على نوع معين من الاكل وباخده زي البروتينات، بيديني نسبه تقويه العضلات بكبير، بتخلي الميزان بتاعي يتحرك. بالاضافه ان في بعض الناس برضو بتسيء استخدام شرب الميه، في اعتقاد برضو غير يعني صحيح. يعني شرب الميه ليها طريقه صحيحه ان احنا مش مجرد ان احنا نشربها وخلاص؟ لا، في طب بعض إيه الطريقة الناس الصحيحة؟ في بعض الناس فاكره ان الميه بتخسس. الميه ما بتخسس، الميه بتساعد الجسم ان هو يحصل له حاجتين، ما يبقاش عنده جفاف ويبقى عنده امتلاء. انما الميه كميه ملهاش علاقه بالتخسيس خالص. بس هل في برضه ان هو يعني صح او خطا ان نشرب الميه قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ بالظبط. هو الاعتقاد الصح ان انا اشرب كميه الميه اللي جسمي محتاجها، اللي هي ما تزيدش عن 2 لتر ميه في خلال اليوم. انما في بعض الناس بيستخدموا الميه كوسيله للتخسيس، فبيوصلوا ل 5 لتر ميه. هنا ده الضرر اللي الجسم بيستفيدش منه. السؤال بقى، انا ما بشرب الميه قبل الاكل او بعد الاكل، انا عايز ايه من الميه؟ لو انا عايز املى بطني عشان اخلي كميه الاكل اللي تخش قليله، يبقى هشرب الميه قبل الاكل. لو انا بشرب الميه عشان نوعيه الاكل اللي انا باكلها ما فيهاش سلطه ما فيهاش خضار، فمحتاج ان انا اشرب ميه بعد الاكل عشان اعالج الجفاف اللي هينتج من سوء نوعيه الاكل اللي انا باكلها. الجسم لازم في جميع الاحوال، حتى لو احنا بنعمل رجيم، ياكل حاجه اسمها الاكل الصحي. احنا كل انظمه الغذاء المنتشره بتفتقد ان انا بختار عنصر معين اعمل عليه الاكل بتاعي. يعني مفروض بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني ايه عنصر معين اعمل عليه الاكل بتاعي؟ بالظبط، يعني احنا مفروض ان احنا عندنا القاعده الاساسيه ان احنا بنرسم طبق للمريض، بنقول له ان الطبق ده هتقسمه لاربع اجزاء، جزء فيه كميه السلطه وده بيبقى الجزء الكبير من الطبق، الجزء الاقل منه هو كميه الخضار، بعد كده الجزء القليل بيبقى البروتينز، واقل جزء هي النشويات. دي الاكله المتوازنه اللي فيها كل العناصر اللي الجسم محتاجها، وللتسهيل تحتوي على جميع الالوان. انما اللي بيحصل ان في بعض الناس تيجي بتاكل عنصر معين، يعني يقوموا واكلين مثلا نوع معين من الفراخ مشويه ومعها طبق سلطه، ويتناسى خالص ان هو ياخد نشويات او يبعد خالص عن السلطات. وكان في حوار حضرتك كنتوا بتتكلموا عن الاطفال. مظبوط. الاطفال من اكتر الانواع الغذاء السيئه ليهم ان انا اديله نوعيه معينه من الاكل واحرمه من نوعيات تانية. في امهات كتير بتسيء التعامل مع الاطفال، ان هي ما بتديهمش الاحتياجات الاساسيه ليهم. يعني لازم دايما اما نعمل رجيم لطفل نديله كل العناصر الغذائيه اللي هو عايزها
بالإضافة للاحتياجات اللي فيه تأثير أصدقائه في المدرسة اللي هو بياكلوها، ما ينفعش نحرمه منها، لأن هو لو ما خدهاش هيجري عليهم ياخدها. طبعا. اتفضلي. لا، بالنسبة حضرتك بتقول يعني الطبق يبقى فيه السلطة، الخضار، النشويات، يعني يبقى فيه كل المواد اللي هي مفيدة للجسم، الصحة العامة، بس بكميات متساوية، وتلبي احتياجات الجسم. احنا دلوقتي في العلم الحديث بنقدر نقيس كل جسم بيحرق قد ايه، فما بقاش عندنا مشكلة ان انا اعرف بالحسابات لو انسان بيحرق 1500 سعر حراري، انا عايز انزله نص كيلو، يبقى انا محتاج اشيل 500 سعر حراري، يبقى همشي على رجيم 1000 سعر حراري. عايز انزله اكتر من كده، بقلل كميه السعرات بتاعتي، وانا بظبط السعرات بظبطها على عدد الوجبات اللي المفروض ياخدها في اليوم. زي الاعتقادات السيئه جدا ان في ناس ما بتاكلش غير وجبه واحده، كل ما اقلل عدد وجباتي هخس بسرعه. هو فعلا يعني من الاعتقادات الخاطئه ان الناس بتعتقد ان هم لو هيمشوا على رجيم السعرات الحراريه ان هو ياكلوها في وجبه واحده وبكده ياخد الجسم السعرات الحراريه اللي هو محتاجها، لكن للاسف وجبه واحده. بالظبط. ده بيبقى اضراره ايه؟ ده أسوأ حاجه، لانه بيقلل الحرق بتاع الجسم. لان هو الجسم، انت مش الانسان اللي بيعمل كده، بيحط الجسم في حاله مجاعه. الجسم ما بيتحط في حاله مجاعه، اول حاجه بتطلع من المخ قلل الحرق. ليه؟ لانه هو قعد فتره طويله من حاله الصيام. فبالتالي احنا عشان نحل المشكله دي بنقول انت اثناء ما تيجي تعمل رجيم بتشوف الوجبات بتاعتك وبتتقسم على 3 وجبات او 5 وجبات على حسب طبيعه الانسان ونفسيته. بمعنى احنا عندنا بعض الناس ما تقدرش ما تبطلش اكل، يعني هو لازم كل 5 دقائق حاجه تخش في بقه، بتبقى عاده كده، قاعدين متعودين ان هم ياكلوا كل شويه حاجه وهم قاعدين. بالظبط. فبالتالي عشان الناس دي نعمل لها رجيم، ما نقدرش نيجي نقول له انت هتاكل وجبات والمسافات بينهم طويله، غصب عنه هيروح يقوم هو ملخبط لوحده. حتى يا دكتور لو مثلا قلنا له ماشي اعمل كده ان تاخد السعرات الحراريه في وجبه واحده، بس ممكن تاخد مثلا تفاحه على الفطار، العشاء يبقى شرايح مثلا فلفل، خيار او جزر خاص. ما احنا هنا بنتكلم على الاكل الصحي. غلط؟ لا، احنا ما بنعمل الوجبات متكسره ما فيش فيها مشاكل يعني، بس الاول لازم نحط قواعد اساسيه ان وجبه الفطار هي الوجبه الاساسيه. يعني حضرتك الملاحظ على مستوى العالم ان الناس اللي بتفطر ما بيتخنوش زي الناس اللي بيتعشوا. بالتالي الوجبة الفطار احنا لقينا ان 75% من الاكل اللي بيتاخد فيها مهما كان بيتحرق، و25% بيتحول دهون، في حين ان وجبة الغداء 50-50، وجبة العشاء 75% بتحول دهون حتى لو كانت قليلة. فبالتالي العادات الغذائية بتلعب في مثلث التخسيس. احنا دايما بنقول ان احنا عندنا مثلث من 3 أضلاع: نظام غذائي، عادات غذائيه، ممارسه رياضه. بس حضرتك بتقول ان هو العشاء بيتحول ل 75% نسبه دهون. بالظبط. ده بيرجع لان احنا بناخد يعني لو خدنا العشاء بدري شويه وقعدنا مثلا فتره اربع يعني قبل ما ننام اتعشينا باربع خمس ساعات ونمنا، برضه هيتحول ل 75% دهون. ولا بتعتمد على امتى يعني بناخد الوجبه في الوقت الصحيح وامتى ننام؟ بص يا حضرتك، 80% من البشر بيخضعوا لحاجه اسمها الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه دي فيها الانزيمات بتتفرز امتى. التركيز بيبقى عالي قوي الصبح وبيقل بالليل. انما اللي حضرتك قلتيه، الطبائع البشريه بتختلف، بدليل ان احنا في شهر رمضان ما بنتخنش قوي رغم ان احنا بنيجي بنفطر وقت المغرب. اللي بيحصل ان الجسم بيظبط نفسه، بس احنا بنقول ان القاعده الاساسيه بتقول ان زي ما حضرتك قلتي ان انا افصل بين اكلي ونومي 4 لـ5 ساعات. انما السيء قوي اللي ياكل وينام، ودي او مع الجو العام اللي احنا فيه ده الناس اللي بتاكل وبتتفرج على التلفزيون. دي من أسوأ الحاجات، ان واحد يتغدى او يتعشى وهو بيتفرج وينام على طول، لا وبيتفرج على التلفزيون، لان هو ما بيقدرش يحسب هو بياكل قد ايه. صح. لان هو بيتفاعل مع الموقف. بس بالنسبه لان حد هياكل وينام، يعني بغض النظر نوعيه الاكل ايه، مثلا لو اكل فاكهه، لو اكل ساندويتش بانيه مثلا، لو اكل يعني يا اما حاجه صحيه يا اما حاجه مش صحيه. لا، هي مش صحيه اللي هياكل وينام ده، عشان نبقى بغض النظر حتى لو اكل خضار بسيط، حتى لو اكل اي حاجه، نسبه الحرق بتبقى ضعيفة جدا وقت النوم. لأن احنا الجهاز الهضمي أو ربنا سبحانه وتعالى بيحطنا في وضع استرخاء. فبالتالي طيب أنا آسفة لقطع كلامك يا دكتور، بس مي مستنيانا على التليفون. ألو. ألو. أهلا بك يا مي، اتفضلي. ألو. أيوه، سامعيني يا مي، اتفضلي.
ايوه حضرتك، انا كنت بس عايزه الدكتور يديني حاجه للنحافه الشديده. للنحافه الشديده. طب معاكي الدكتور اتفضلي. اهلا. انت وزنك قد ايه وطولك قد ايه؟ طولي 153 ووزني حاجه و40، يعني حوالي 45. وسن حضرتك قد ايه؟ 19 سنه. حاضر. بس يعني واحد. هي قالت 153 و41 وزنها، بس ده ما تعتبرش نحيفه قوي يعني، معقوله ولا ايه راي حضرتك يا دكتور؟ هي بصي حضرتك، احنا عندنا قاعده اساسيه. القاعده الاساسيه بتقول ان انا اما بشيل 105 بالنسبه للسيدات من الطول بتاعهم بنوصل للوزن اللي هو اكسبتبل او مثالي. يعني لو نفترض ان هي 159 سم، 153 153، يبقى هي لو بقت وزنها 48 كيلو فهي ده بالنسبه لها ده وزن مثالي جدا. انما اللي بيحصل ان في بعض الناس بيبقى عندهم الرؤيه للجسم بتبقى النحافه مأثره عليهم، نفس اللي بيحصل مع الناس اللي عندها وزنها زايد شويه. انما عشان نريحها وعشان برضو ما نزعلهاش، هي اغلب الفتره العمريه دي بيبقى عندهم مشكله ان هم ما بيقدروش ياكلوا وجبات كتير. فدول بقى الحل معاهم ان احنا ننصحها ان هي تاكل كل 3 ساعات وجبه، وتقطر من الانواع العاليه السعرات الحراريه اللي هي زي ايه يا دكتور؟ يعني يعني تنصحها ان هي تاكل ايه كل 3 ساعات؟ يعني حضرتك هي هتبتدي بفطار كويس اللي هو تاخد لبن كامل الدسم، وهتاخد ساندويتش فيه نوع معين من الجبن، وبعديها بساعتين تقدر تاخد تاني ساندويتش فيه حاجات، بس الناس هتزعل مننا، بس انت اللي قلتي هياخدوا فيه عسل او هتاخد فيه شوكولاته، وبعديها بثلاث ساعات هتزعل ليه يا دكتور؟ ده كويس، في ناس بتحب العسل والشوكولاته. لا انا بتكلم على الناس اللي عايزين يخسوا. هيبقى الحوار ده مزعج بالنسبه لهم. بالنسبه للي عايز يزود في وزنه بالزبط. طبعا بعديها بثلاث ساعات هتبتدي تاكل الوجبه الاساسيه بتاعتها اللي هي الغداء. هم الناس اللي بتعاني من نحافه ما تقدرش تاكل الرز والخضار والسلطه والبروتينز مع بعض، فبننصحهم ان هي تبتدي بالنشويات وبعد كده تاخد معاها البروتينز وتختم بالسلطه والخضار، وبعد كده تحلي على مدار كل ساعتين بتاخد وجبه. وبعد كده في فتره بعد الظهر بتاخد حته حاجه حلوه، سواء كانت حلويات شرقيه، جاتو، شوكولاته، ممكن فاكهه مثلا. احنا هنا في الفتره دي الهدف ان احنا نزود السعرات الحراريه، فما هناخد انواع من الفاكهه، هناخد فاكهه عاليه السعرات، يبقى بنتكلم على البلح، بنتكلم على الموز، بنتكلم على التينز. وبعد كده في العشاء هتعمل عكس اللي كنا بنقوله قبل كده، ان هي هتاكل قبل ما تنام. وهندخل بقى بعض الحاجات الطبيعيه اللي هي بتفتح الشهيه، زي حبه البركه، زي الزيوت اللي بتحتوي على حبوب اللقاح اللي بتبقى موجوده في انواع معينه من العسل. دي كل الحاجات دي بتبقى طبيعيه وبتزود الشهيه بتاعتها. بس نصيحتنا ليها دايما ان هي ما تاكلش وجبه كبيره، لان حجم معدتها ما يستحملش ان هي تاكل اكل كبير. فمثلا ما تجيش تقوم عامله طبق مكرونه كبير، لانها لو اكلته هتقعد طول يوم ما تاكلش. طب نرجع لموضوعنا يا دكتور، وهو كنا بنتكلم عن بالنسبه لتنظيم الوجبات وفتره النوم. بالظبط. اما نيجي نقول لحضرتك الانسان العادي مفروض ان هو يفطر كويس جدا، ويبقى فطار مفتوح ياكل فيه كل اللي هو عايزه. يعني ممكن نحط فيه بيض، نحط فيه جبنه، نحط فيه كوبايه لبن. بس احنا في اعتقاد برضو سيء عند بعض الناس او مفهوم غلط، ان لما بنيجي نقول عناصر خاليه الدسم ان العناصر الغذائيه اللي فيها مش مكتمله. يعني في ناس كتير بتخاف تاخد اللبن غير كامل الدسم، لانه بيقول كده انا جسمي مش هيستفيد. المعلومة الصحية اللي نحب نوصلها إن أي حاجة قليلة الدسم تحتوي على نفس العناصر اللي موجودة في كامل الدسم، فبالتالي مفيش خوف للإنسان اللي هو عايز يخس إن هو ياخد لبن خالي الدسم، ياكل جبنة قليلة الدسم، ياكل سلطات، لأن دايما الإنسان اللي بيعمل رجيم بيبقى معرض لإمساك. بعد كده بثلاث ساعات يقدر ياخد بعض عناصر الفاكهة اللي بتساعد على التخسيس. وهنا عكس اللي قلناه قبل كده. يا ريت بقى تقول لنا ايه هي الفاكهه اللي بتساعد على التخسيس. هي بس عشان برضو الكلمه تبقى دقيقه، هي بتساعد على رفع الحرق. زي فاكهه عصير الاناناس، عصير الموالح، زي الليمون الحلو، الجريب فروت، البرتقال، دي بتساعد ان هي ترفع من الحرق بتاع الجسم. بس الناس اللي عندها حموضه عاليه
الفواكه دي ممكن تسبب لها مشاكل. بس بتفرق يا دكتور لو اخذوه عصير او لو اخذوا الفاكهه كامله؟ بالظبط ده اللي انا كنت هقول، الناس اللي بتعاني من حموضه عاليه ممكن ياكلوها في صوره فاكهه، ما ياخدوهاش في صوره عصير مركز. ولو كانت الحموضه عندهم عاليه ممكن يخففوها بالميه. بس بتدي نفس النتيجه سواء اخذ الفاكهه كامله او عصير. بالظبط، بس طبعا العصير، لان في بعض الناس بتسيء الكلمه اللي احنا بنقولها، نقول ان الواحد اما بياكل بياكل ثمره او ثمرتين وبيشبع، انما لما بيعمل كوبايه عصير برتقال ممكن يعملها في 4 أو 5 حبات. فبالتالي حتى لو كانت السعرات الحراريه للفاكهه قليله، انما القطره منها ممكن تضر. وكان عندنا عيانين كتير بتيجي تقول انا مثلا باكل رغيف عادي ودلوقتي ابتديت اكل عيش سن، كل يوم بجيب كيس. طب انا اسف اقطع كلامك يا دكتور، لكن معانا على اتصال مدام امنه من البحر الاحمر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي. طبعا اتفضلي. ماشي. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. يا دكتور انا وزني 115 وطولي 155. ايوه. كنت عملت دايت من حوالي 7 سنين ونزلت فيه جامد، نزلت حوالي 25 كيلو عن طريق الابر الصينيه والرجيم. تمام. وبعد كده هو طبعا انا حامل وولاده وكده، فطبعا الوزن زاد جدا دلوقتي ما بقاش مستحمله، فقرات الظهر على طول بتنمل وكل ما اروح لدكتور ينصح بالتخسيس. انت عندك عندك كام سنه يا امنه؟ عندي 38. 38؟ اه. بس عندك اطفال؟ عندي 4. 4 ما شاء الله. مدام امنه، في في سمنه موضعيه في مناطق معينه في جسم حضرتك؟ يعني حاسه دهون مركزه في منطقه معينه؟ في منطقه الكرش. البطن. البطن. آه. البطن. اوكي يا فندم. في اي مشاكل صحيه ابتديتي تعاني منها في الفتره الاخيره؟ لا انا من زمان، من الحمل، من اول حمل عندي وانا عندي ضغط، فالضغط مستمر. تمام. بس طبعا مع السمنه الزايده بتزود معايا ان ممكن الضغط بيعلى. طيب اوكي، تابعينا يا امنه، شكرا على اتصالك. امنه هي عندها، هي 115 وطولها 100 طولها 155 بالظبط، يعني عندها تقريبا اوفر ويت 60 كيلو بالظبط. احنا مش عايزين نقول الارقام، احنا عايزين نقول ان احنا، هي قالت ان هي حملت 4 مرات. عاده لما بتيجي مريضه زي امنه بنقول ان احنا اخر حمل كان وزنها ايه قبل ما تبتدي، لان هنا ده بتبقى الصوره اللي هي ممكن تتقبلها، لان احنا لازم نكسر الوزن لمراحل. فبنقول ان احنا لو احنا عايزين نخس، ان نقول ان الوزن اللي هنبتدي بيه الهدف يبقى 80 كيلو يا امنه، يبقى احنا بنتكلم في 35 كيلو محتاجين ان احنا نخسهم. احنا بنقول ان المستوى الامن للتخسيس 8 كيلو في الشهر، يبقى احنا محتاجين يا سيدتي من 3 لـ4 شهور. يبقى الرحلة اللي هنبتديها لازم تبقي عارفة ان انت هتخشي رحلة لمدة 3-4 شهور. الـ3-4 شهور دي هيجي عليكي فيها ممكن رمضان، عيد ميلاد ولادك، حفلات جواز، زعل، اكتئاب، هيبقى عندك لحظات كتير ممكن تكتئبي فيها. فلازم ان انت تعملي 3 حاجات. اول حاجة لازم تمشي كل يوم 3 ساعة على الاقل، وتحاولي تزودي المدة الزمنية لـ40 دقيقة. ورقم 40 بالنسبة لنا ليه معنى، ان ده الحد الادنى اللي الحرق بتاع الدهون بيبتدي فيه، عشان ازود الكتلة العضلية وازود الحرق بتاع جسمها. الحاجة التانية هي قالت ان هي اول ما بتبتدي تعمل رجيم مش مناسب لجسمها، لان هي دلوقتي 115، فلو اخدت رجيم 600 سعر 700 سعر ده مش هيديها الاحتياجات اليومية بتاعتها. فبالعكس احنا ممكن نطلب منها في اول اسبوع كمية الاكل اللي هي بتاكلها تشيل ربعها، وده يبقى تأهيل ان هي تخش على الرجيم. يعني كل مثلا لو بتاكل طبق مكرونة هتشيل ربع، لو بتاكل طبق رز او كشري او بتاكل حواوشي هتشيل حتة منه، وهتبتدي تتغاضى عن، وده هتستمر عليه لمدة معينة، لمدة اسبوع او 10 ايام، بحيث ان انا اهلها ان انا ادخلها على الرجيم العادي. وانس دخلنا على الرجيم وبقت مستعدية ان بقى في حرمان وبتقدر تعيش ما بيحصلهاش حاجة وما بيحصلهاش النهم او الرغبة الشديدة في الاكل، نبتدي ندي الرجيم بالصوره الطبيعيه بتاعته،
ان احنا هنبتدي بقى ندي الصبح كوبايه شاي بلبن خالي الدسم، ندي معاها حته جبنه قريش، معاها ربع رغيف بلدي وطبق سلطه، بعديها بثلاث ساعات ندي برتقانيه، بعديها بثلاث ساعات ناكل طبق شوربه خضار معاه ربع فرخه او حته لحمه او حته سمك لانها قاعده في البحر الاحمر، وبعديها بساعتين ندي فاكهه من الحاجات اللي ما بتتخنش زي البرتقال او اليوستفندي، وفي الساعه 5 نديها كوبايه شاي ومعاها بقسماطين رجيم، وفي العشاء تاخد زبادي لايت ومعاها فاكهه خفيفه زي التفاح. طيب. لو مشيت على الرجيم ده هيبقى وزنها احسن ان شاء الله. طيب بالنسبه للاكلات والفاكهه اللي هي ممكن تساعد على رفع معدل الحرق في الجسم والمشروبات برضو، ايه هي يا دكتور؟ هي من اكتر انواع الفاكهه اللي بتساعد على الحرق هو الاناناس، وطبعا في اعلانات كتير بنسمعها ان هي من مستخلصات الاناناس، بس احنا بنقول ان الاناناس في العنصر الطبيعي بتاعه بيبقى مفيد اكتر، لان الالياف بتاعته بتساعد على الجسم ان هو يخس. يلي الاناناس بعض الفواكه الموالح زي الليمون الحلو او الجريب فروت او البرتقال او اليوستفندي. بالنسبه للفواكه قليله السعرات الحراريه اللي الجسم ممكن يستفيد منها التفاح، بعكس الالوان الناس اللي بتحبها، الناس بتحب الاصفر فالاحمر فالاخضر، اللي عايز يخس هياخد الاخضر فالاحمر فالاصفر، الاصفر اعلى سعرات حراريه، الاخضر فالاحمر فالاصفر. بالظبط، هو لازم نبعد عن الاصفر رغم ان هو ده اللون المفضل للناس كتير، اكتر حاجه الناس بتحبها اكتر ناس يعني، ويلي الاحمر، انما اللي بيساعد في التخسيس هو التفاح الاخضر. بعد كده بنخش على بعض الفواكه اللي ممكن تبقى وجبه والناس بتبقى نفسها تاكلها زي الموز. يعني في بعض الناس ممكن ياخدوا موزايه مع كوبايه زبادي، دي تعتبر وجبه كامله، انما لو اكل اكتر من موزايه الموضوع باظ خرج من ايديه. في بعض الفواكه اللي ممكن تبقى مفيده زي الكيوي وزي الفواكه الفراوله، دي بتساعد على ان الجسم برضو يحصل له نوع من احتياج الحاجات الاساسيه بتاعته. في فواكه احنا بنخاف منها بس كويسه جدا زي البطيخ والكنتالوب. بنخش بقى للعصاير، والعصاير هنا بيبقى في بعض سوء فهم ليها. في بعض الناس تقعد تقول انا بجيب عصير من غير سكر طبيعي وبشرب منه زي ما انا عايز طول اليوم. بقول له حضرته ان ثمره الفاكهه فيها 80 سعر، كوبايه العصير ممكن توصل ل 200 سعر، احتياجاتك اليوميه 1000، لو اخذت 4 كوبايات انت خلصت كل السعرات الحراريه انت محتاجها في اليوم. حتى برضو بعض الناس ان هي لما بياخدوا اللي هي الفاكهه اللي قليله السعرات بياخدوها بكثره وبكميات كتيره، في نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول ممكن تؤدي نتيجه عكسيه. يعني حضرتك البرتقانه فيها 60 سعر، عصير البرتقان فيه 4 ثمرات، 60 في 4 ب 240، كوبايتين برتقال انا دخلت في 500 سعر، بيتهيألي لو اكلت حته فرخه وطبق مكرونه هستفيد اكتر. كانسان بيعمل رجيم يعني. بالنسبه لنوعيه الاكل يعني اتكلمنا عن الفاكهه والعصير، بالنسبه لنوعيه الاكل اللي ممكن نوعيه الاكل في سعرات حراريه قليله. بالظبط، هو الصوره المسلوقه او الني في ني او المشوي دي الصوره القليله اللي المفروض ان اغلب الرجيمات بتدور حواليها. احنا الارقام بتعبر كتير قوي، فاحنا لو قلنا ان ربع الفرخه المسلوق بيبقى حوالي 125 سعر حراري، لو اتشوى بيوصل ل 200 سعر حراري، لو اتقلى بيوصل ل 450 سعر حراري. فاللي بيجي ياخد الفرخه البانيه ويقول انا خدت حته واحده ازاي تخنت، الحته اللي انت خدتها دي 450 سعر حراري. بس يا ريت توضح لنا يا دكتور، يعني احنا عارفين طبعا الشوي المفروض ان هو ده اكتر حاجه صحيه، لكن لما بيتقلي طبعا دخل فيه الزيوت والدهون، فبتبقى فيه سعرات حراريه قليله، ازاي مع الشوي بتبقى فيه اكتر؟ بالنسبه للمسلوق او الني في ني، احنا بنقارن ان الصوره البسيطه اللي هو الاكل المطبوخ على البخار هو ده اكتر اكل صحي، يليه بعد كده الشوي، لان الشوي بيحول الدهون اللي موجوده قطعه الفراخ او اللحمه او السمك فيها جواها دهون. الدهون دي في الصوره الجسم ما بيستفيدش منها، اما بنعرضها للحراره بتبقى اوزنج، بتبقى عامله زي سايحه، فبالتالي الجسم بيحولها لدهون بيمتصها، فبالتالي المسلوق ما بيبقاش فيه الدرجه دي، لان احنا قمه الدهون اما بنسلق الاكل بتطلع على المايه من فوق، انما في الشوي بتتركز جوه الفايبرز القطعة نفسها. جوه القطعه نفسها، فده اللي بيخلي المشوي بيبقى سعراته الحراريه اعلى من المسلوق، وطبعا هو لا يقارن بالمقلي، يعني عشان بس تبقى الامور اكثر وضوحا، انما التنوع
خاصة إما إحنا قلنا إن العناصر اللي مبنية على السعرات الحرارية هي دي المناسبة. يعني أنا لو عرفت إن أنا إن متوسط السيدات في ما بين 20 ل 30 بيحرقوا من 1500 ل 1800 سعر حراري، يبقى لو هي عملت وجبتها الغذائية في حدود 800 ل 900 سعر حراري، يبقى هي تقدر تنزل من 2 ل 4 كيلو كل شهر بأمان من غير ما تعمل أي حاجة، مع ممارسة 20 دقيقة مشي 3 مرات في الأسبوع. وبالتالي دي تبقى وصفة سهلة جدا، وصفة جدا يعني بسيطة وسهلة جدا طبعا. بالظبط، وبالتالي هي بتقدر تعمل اللي نفسها فيه. لو في يوم عيلتها خارجة فيه، يعني مثلا خارجة مع أولادها أو خارجة مع أصدقائها وعايزة تاكل أي وجبة هي عايزاها، تقدر تاكل في الوجبة دي اللي نفسها فيه، ويبقى الصبح تاخد فاكهة وبالليل سلطة. طيب في برضو بعض المشروبات السخنة زي القرفة زي برضو الجنزبيل، دي برضو بتساعد على إنقاص الوزن ولا لا؟ هي في بعض الأعشاب ونحط الثلاث خطوط تحت كلمة أعشاب. هل الأعشاب ممكن تخسس أو ما تخسس؟ هتلاقي عندنا دايما في العلم بنتحفظ على كلمة تخسس، احنا بنقول ان هي بتساعد على رفع معدلات الحرق، انما كلمة ان في حاجة بتخسس دي لا ما بتخسش، دي ما بتخسش، ودي ممكن تبقى صادمة لبعض الناس. انما بنقول ان في بعض الاعشاب اللي الواحد اما بياخدها بيحصل له نوع من الشبع واحفز الحرق بتاع جسمه، فبالتالي ممكن يبقى التخسيس بتاعه اسهل. زي ما حضرتك تفضلتي المشروبات اللي بنفضلها وهي اكثرهم شهرة هو الشاي الافطر. ده بيساعد على يعني بيزود معدل الحرق، بيزود معدل الحرق كده يبقى الرسالة بتاعتنا أقدر ووضوحة، مش بيخسس. طب بالنسبة للخضروات يا دكتور زي البروكولي وبعض الخضروات الأخرى، دي هتاخديني برضو في المعتقدات الخاطئة. من أكتر المعتقدات الخاطئة أن شوربة الكرنب بتخسس، ودي أكتر حاجة الناس كلها بتتداولها. شوربة الكرنب ما بتخسس، هي بتزود الحرق. فبالتالي البروكلي أو الكرنب، الأرنبيط، الخس، الكرفس، بس لو اكلنا كرنب يعني مش شوربه برضو او مسلوق ممكن بيحفز لكن مش هيخسس، بيحفز على التخسيس. ارجو ان احنا بس نوصل ان مفيش اكله معينه بتخسس. انما في اكله ممكن تخلي حرق يزيد فجسم يستجيب ليها. وهنا بس هو يعني في برضو من المواد اللي هي منتشرة دلوقتي في الصيدليات وهي مادة عفوا الأورليستات، إن هي بتساعد على إنقاص الوزن، ده حقيقي يا دكتور ولا لأ؟ ومدى يعني أثرها على الصحة العامة؟ هو كويس أوي إن حضرتك سألت السؤال ده. هو بعض المواد الكيميائية اللي موجودة بتساعد في التخسيس، هي ما بتحرقش الدهون، هي بتمنع امتصاص الدهون في الجسم، وبتمنع امتصاص الدهون بنسبة معينة. خلينا نقولها بطريقة سهلة يعني جدا، يعني لما تمنع امتصاص الدهون في الجسم بتأدي إن إنقاص الوزن؟ هنحاول نبسط الدنيا. نقول إن أنا أكلت حاجة مقلية نسبة الدهون فيها 100%، ندي أي مثال، فراخ بانيه، بطاطس محمرة، أي حاجة. أنا عايز جسمي يقلل نسبة الامتصاص بتاعته، فهاخد المادة اللي حضرتك قلتي عليها في الصور الكتيرة بتاعتها، الجسم مش هياخد 30-40% من الدهون اللي كان مفروض يمتصها، مش هيمتصها. ده عن طريق ان هي بتعمل نوع من توقيف الانشطه بتاعه العصارات الهضمه للدهون، وبتخلي دايره الاكل جوه الجهاز الهضمي تمشي بسرعه، فبالتالي الاكل بينزل بسرعه قبل ما يتهضم. عاده الناس اللي بيستعملوا الماده اللي حضرتك قلتي عليها بيعانوا من مشكلتين، بيعانوا من اسهال بكميه غزيره، وبيعانوا من غازات نتيجه ان انا بشغل الجهاز الهضمي بسرعه عاليه. الحكايه دي نقدر نستعملها او الفكره بتاعتها ظهرت لحاجتين. الاول، احنا دايما بنبحث في مجال العلوم الطبيه عن الحبايه السحريه اللي الانسان ياكل كل اللي نفسه فيه وما يتخنش. كان من ضمن المواد دي ماده الاورليستات. الماده دي لقينا ان بالتجارب لمده 6 شهور من دراستها ان احنا هي ما بتخسس الجسم، لان احنا عملناها على تجربه، مجموعه من العيانين كانوا ماشيين على رجيم، ومجموعه من العيانين بيستعملوها ومجموعه ما بيستعملوهاش. بس دي يا دكتور الماده نفسها هتشتغل، حضرتك قلت ان هي بتشتغل على الدهون فقط، على الامتصاص بتاع الدهون، امتصاص الدهون بس. بالنسبه للنشويات والسكريات احنا مش هتعمل فيها حاجه، مش هتعمل فيها حاجه، فهي هتشتغل على الاكل الدهني. يبقى هي مش صحيه بقى. لا، هي مش صحيه، هي بتفيد للناس مثلا. ما انا كنت عايز اوصل احنا وصلنا لايه في الاخر. وصلنا ان مثلا في حد عنده عزومه
عنده مناسبة. بس بتمتص قد إيه يعني من نسبة الدهون؟ 30% من اللي أنت حضرتك بتاكليه. 30% من اللي بيتاكل فقط. وخلينا نحط شرطة تحت اللي بيتاكل، مش اللي مخزون في الجسم، لأن في بعض الناس بتاخدها بهدف التخسيس وبياكل أكل ما فيش فيه دهن، فهو بيجهد القولون وبيدهن الأمعاء بتاعته ومش هتأثر على الدهون المخزونة في الجسم. مش هتأثر على الدهون، لأنه عادة الشخص ده بيبقى ماشي على رجيم، فهو لو جرب أسبوع ما ياخدهاش وأسبوع بالرجيم هيلاقي أن الفروق فيهم مش كبيرة. إنما هي بتفيد فين؟ زي ما قلت لحضرتك في مناسبات، زي مثلا إن حد عنده فرح، عنده خروجة مع أصحابه، عنده عايز يروح مناسبة، أكل أكل بدون حساب أكل وكميات كبيرة يبقى ياخدها. في ناس من أهالينا بيبقوا عايشين في القاهرة، بعد كده بيفكروا إن هم يروحوا لأهلهم في الريف يجيبوا لهم بقى الفطير والقشطة والعسل، فطبعا هي بتبقى عاملة رجيم، خايفة لو راحت أكلت الأكل ده تتخن، لو مشيت على الحبايات دي بجرعة عالية هتسافر وترجع وزنها زي ما هو، وده بيحقق النسبة دي مرضية للناس كتير. بس ما بتبقاش ليها أي أثار جانبية يا دكتور على 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 الشخص اللي بياخدها؟ هي الأبحاث ولا لما تتاخد بكميات كتيرة، يعني إيه النسبة الصحيحة أو الكمية الصحيحة إن احنا ناخدها؟ النسبة المقبولة إن احنا بنستعملها مرة أو مرتين في الأسبوع لن نتعدى الحكاية دي مع وجبات دسمة. إنما لو زادت عن الحد ده وبقت أسلوب حياة، لأن في بعض الناس بتاخدها بصفة يومية لفترة طويلة، ممكن يتعرضوا لبعض المشاكل في القولون. أستاذ الدكتور عادلي صبور بشكرك لوجودك معانا، للأسف وقتنا خلص وشرفتنا. ده ليا الشرف يا فندم. مشاهدينا أتمنى تكون حلقة عجبتكم واستفدتوا من كل المعلومات اللي قلناها النهاردة. استنونا كل يوم من الساعة 2 ل 3 موضوع جديد وحلقة جديدة ولايف كلينيك.